ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ امبارح كتبت لكم في الانستجرام ان انا اشتريت ميك اب، نزلت امبارح واشتريت ميك اب سعره رخيص جدا، فحبيت ان انا اشاركه معاكم عشان البنات تستفيد برضو. اول حاجة هبدأ بيها واحلى حاجة اشتريتها امبارح وهو الروجات دي من افري بيوتي. الروجات دي اكتر من تحفة، ريحتها جميلة جدا، طرية جدا على الشفايف، ما بتبينلكيش القشور لو انتي شفايفك بتقشر وانتي ما بتعملهاش سكراب. هي فيها نسبة ترطيب عالية وفي نفس الوقت ثابته جدا. دي الدرجات اللي انا اشتريتها اهي، وهقول لكم برضو الدرجات عشان خاطر اللي عايز يشتري الروج ده. يا جماعه سعره 20 جنيه او 15 جنيه، مش متذكر.